معنا اتصال هاتفي من دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة. برحب بك دكتور رامي، ويعني في متابعتك للانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024 نتحدث عن حالة الاستقطاب في المجتمع الأمريكي فيما بين يعني الحزبين، وأيضا فيما بين الجنسين، حيث كما سمعنا منذ قليل هناك نسبة كبيرة من السيدات يعني يرغبون في إعطاء أصواتهم للحزب الديمقراطي. فلو قسنا تأثير ومسار الحزبين، الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وتأثير أيضا الفجوة فيما بين الجنسين على هذه الانتخابات، كيف تراها؟ في البداية يعني صباح الخير على حضرتك وعلى السادة المشاهدين. يعني يمكن الانتخابات الأمريكية الحالية هي تشهد أكبر مرحلة من مراحل الاستقطاب في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية، وربما يكون الاستقطاب الأخطر لأنه للأسف تم استغلال النزعة القومية والنزعة الدينية فيه من قبل المرشح دونالد ترامب. يمكن حضرتك تفضلت يعني نبذة عن المرشحين والنوع في أنواع التصويت أو في الرغبة في التصويت. هو هنا للأسف حصل استغلال للنزعة القومية والنزعة الدينية، بمعنى الملفات الداخلية هي كان تم استغلال النزعات لكل واحد من المرشحين عشان يستقطب أكبر قدر من الشعب الأمريكي لصالحه. على سبيل المثال في عندي أكبر ثلاث ملفات شائكة في داخل الأمريكي، وهو ملف الهجرة والإجهاض والضرائب. التلاتة فندم مختلفين تماما ما بين كمالا هاريس ودونالد ترامب. على سبيل المثال كمالا هاريس بتأيد جدا حق السيدات في الإجهاض، وهنا المسألة ده اللي مخلي نسبة كبيرة من السيدات بتأيدها، لأن هي ربطت حق الإجهاض بحقوق الإنسان بحرية الرأي والتعبير بالديمقراطية. عشان كده موقف الحزب الديمقراطي واضح جدا في ده، على الرغم من موقف الكنيسة الكاثوليكية هو ضد الإجهاض طبقا للتشريع الكاثوليكي أو التشريع المسيحي، وده اللي خلى دونالد ترامب على العكس يأيد موقف الكنيسة، وده اللي خلى الفترات السابقة يمكن الكنائس في الولايات المتحدة الأمريكية تعرضت لهجمات بالمقطوف وحتى القساوسة من قبل حركات حقوق الإنسان والمطالبة بحق السيدات في الإجهاض. دونالد ترامب ضد ده تماما، ده واحدة من الملفات. الملف الثاني اللي كان هاريس لعبت عليه ملف الاقتصاد، استقطبت الطبقة العاملة وطلاب الجامعات لأن هي لعبت على القانون اللي أقره دونالد ترامب في 2017، وده اللي هو زيادة الضرائب. هي دلوقتي عايزة تحسن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة الأمريكية وتقلل الضرائب المفروضة عليهم باستثناء الأسر اللي دخلها أكتر من 400,000 دولار، وده هيبقى مرضي جدا للامريكان. عشان كده نسب التصويت هنا تم بقى مخاطبه نزعه المعيشه، النزعه الاقتصاديه. اخطر ما فيها النزعه القوميه دونالد ترامب لعب عليها، وهي المهاجرين غير الشرعيين، وضعهم ايه في الولايات المتحده الامريكيه. كمالا هاريس قالت لا، دول لازم يتقنن وضعهم لان من فيهم كفاءات ومجتهدين الولايات المتحده الامريكيه تحتاجهم. لأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني يمكن أكبر دولة في العالم، بس عندهم إن هو بعقول المهاجرين اللي فيها. دونالد ترامب على العكس تماما، دونالد ترامب قال لا، المهاجرين دول لازم يترحلوا من الولايات المتحدة الأمريكية وأحرم أولادهم من الحصول على الجنسية الأمريكية. بالفعل. وده في حد ذاته ملفات شائكة جدا. أخطر حاجة اللي حصل أول إمبارح إن دونالد ترامب بقى بيدي وعود للمسيحيين المحافظين بتولي مناصب بشرط إن هو يتولى الحكم. وفي نفس الوقت طبعا هاجم المثليه الجنسيه عشان يضمن اصوات المسلمين في الولايات المتحده الامريكيه، وقال ان هو هيحدد النوع فقط اما ذكر او انثى. وهنا المساله هنا ان هو بيخاطب استقطاب الفئات طبقا لوازع ديني، وده خطورته ان هيوظف نظريه المؤامره لو النتائج شهدت خساره لدونالد ترامب. وهو ده بدأ بيه في الفعل من أول ما تعرض للاغتيال، لأن هو بيطبق دايما نظرية المؤامرة عليه، وبالتالي المسألة ده عمل حالة من الاحتقان الداخلي مع استغلال النزعات القومية والنزعات الدينية. ممكن فعلا بعد النتائج على طول يحصل عنف بشكل كبير جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. إذن كما يشير البعض، هي ليست فقط حالة استقطاب، ولكن هناك انقسام في المجتمع الأمريكي.
ودي الاول مره تحصل في الولايات المتحده الامريكيه، لكن برضو عايز عشان اكون امين مع حضرتك ومحايد، الولايات المتحده الامريكيه مش بالدوله الهينه اللي ممكن الانقسام ده يعني هو اللي يسيطر على الولايات المتحده الامريكيه، خاصه وان حدثت يعني في بعض الاتجاهات تقول ان ده هيقود لحرب اهليه، لا مطلقا، لان الولايات المتحده الامريكيه شهدت تظاهرات عنيفه اثناء حادث جورج فلويد الضابط اللي قتل الوطن الامريكي واصحاب البشره السمراء، لكن دوله مؤسسات كبيره وبالتالي عرفت تحتوي الموقف وتسيطر عليه. كذلك نفس القصه، لكن هو هنا يا فندم يعني اسمحي لي ان انا اعبر، دونالد ترامب لوث المشهد السياسي في الولايات المتحده الامريكيه. المساله ان المجتمع الامريكي بعد الانتخابات دي مش هيكون زي قبل كده بسبب اللي عمله دونالد ترامب في البرامج الانتخابيه بتاعته، اللعب على النزعه القوميه والوزعه والنزع الديني خطير جدا، لان هو يعني يصعب السيطره عليه بعد كده. طيب فيما يخص السياسة الخارجية، كيف يختلف تعاطي الحزب الجمهوري مع مشاكل وصراعات اللي موجودة في السياسة الخارجية، وكيف يتعامل الحزب الديمقراطي معها؟ ممتاز. بص يا فندم، الملفات بتاعة السياسة الخارجية في الولايات المتحدة الأمريكية ما بين هاريس ودونالد ترامب يمكن أخطر ما فيها، أو منقسمين في الملفات كلها. يعني أوكرانيا، هاريس مع دعمه وتشكيل ائتلاف دولي لمساعدة أوكرانيا لوقف النفوذ الروسي أو لوقف الزحف الروسي في شرق أوروبا. دونالد ترامب العكس تماما، مع وقف المساعدات واللجوء للتفاوض مع الأوكرانيين والروس. طيب بالنسبة لحلف شمال الأطلنطي، حلف الناتو، كمالا هاريس مع زيادة توسع عمليات حلف الناتو وفي نفس الوقت دعم مساعدته وتدخلاته في الدول الاخرى حفاظا على التوازن العالمي لصالح الولايات المتحده الامريكيه. نعم. دونالد ترامب لا، دونالد ترامب ضد التوسع الخاص بحلف الناتو، وبل بالعكس بيطالب الاوروبيين بدفع 200 مليار دولار كنسبه 200 مليون دولار كنسبه لمساهمه الولايات المتحده الامريكيه في تشكيل حلف الناتو، ان هم يتعاونوا وبالتالي عليهم ان هم يدفعوا مقابل التعاون ده. روسيا والصين هو الاخطر. روسيا والصين، دونالد ترامب ضد التصاعد مع الصين، مع روسيا ومع الصين، هو بيكتفي فقط باحتواء الموقف مع الروس من خلال التفاوض، وفي نفس الوقت مع الصين من خلال فرض رسوم جمركيه اضافيه الصادرات الصينيه بس. هاريس العكس، هي بتتبنى نهج تصاعدي جدا، وده الحقيقه بيتطابق مع استراتيجيه الامن القومي الامريكي المعدله في عام 2022. يعني معنى كده ان البرنامج الانتخابي لدونالد ترامب فيما يتعلق بروسيا والصين هو مخالف اساسا لاستراتيجيه الامن القومي الامريكي، وده مؤشر قوي جدا على الميول او الاتجاهات للنخبه في الولايات المتحده الامريكيه ان هي ممكن تروح لهاريس على عكس دونالد ترامب. فاضل اخر حاجه في الملفات الخارجيه، ملف الشرق الاوسط واسرائيل، الاثنين واحد يا فندم. الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري الاثنين، كل رؤساء الولايات المتحده الامريكيه بيدينوا بالولاء التام لاسرائيل. الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري لهم نفس الاهداف، لكن مختلفين في الطرق والادوات والوسائل اللي بتحقق الهدف. المساله هنا ان دونالد ترامب هو الفرق بس، ان الاثنين بيدعموا حق اسرائيل، لكن دونالد ترامب بيرى ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية على غزة بس بشرط أن تكون إسرائيل حققت هدفها. أما هاريس هي شايفة أن إسرائيل لازم بيتوفر لها الحق والدعم غير المشروط في كل الممارسات اللي بتعملها بهدف تحقيق الأجندة بتاعتها أو بهدف تحقيق المصلحة الإسرائيلية. نعم دكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لهذا التحليل وهذه المداخلة.